تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، قام مجموعة من الضباط بإدارة التوجيه المعنوي بزيارة اللواء 106 مشحفل بالقوات المسلحة. نتقدم إليكم جزيل الشكر والتقدير والعرفان للواء 106 الجحفل 106 الأشاوس الأبطال الذين قدموا الرجال. الزيارة التفقدية للضباط الذين ترأسهم أمير مدرسة التوجيه المعنوي وأمير المركز الإعلامي بالإدارة شملت محاضرة توعوية للمقاتلين حول أهمية الضبط والقيافة العسكرية وتنفيذ التوجيهات. العدو يعني كذبا يقول لكم نحن قاعدين نحاربوا غير في دواعش ولا نحاربوا في طرابلس، نحن نحاربوا في دول، هذه مش خافي على حد، وكنا نبوا النصر. النصر المنو؟ النصر مش لنا الشخصي، النصر لبلادنا. يأتي هذا ضمن إطار الخطة المتفق عليها مسبقا من إدارة التوجيه المعنوي والتي تهدف إلى رفع الروح المعنوية والكفاءة القتالية لمنتسبي القوات المسلحة وتأكيد جاهزيتهم لتنفيذ الأوامر التي توكل إليهم. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.